حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة الشوط الخامس للابكار الحقايق ضمن تحديات ومنافسات عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لنرحب بهذه الشعارات بهذه الاسماء مباشرة مع المركز الاول ليتابع وعد سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي مع الصدارة مع المركز الاول. المركز الثاني القادم الشاهينية محمود بن علي بن عامر الجابري هو الحاضر. المركز الثالث القادمة والمنطلقة وتابع وتتابعون المتحدة عبيد بن رملي بن محمد العامري قادما بشعار. المركز الرابع القادمة تذكار عبيد بن احمد بن حمد الظاهري هو الحاضر هو المنطلق. المركز الخامس وصلكم بن جروح، تقدم بن جروح مع الشاهينية فهد بن عبد الله بن جروح الشمري قادما بكل قوة. هكذا هي النتيجة للخمسة النجوم للخمسة العمالقة، ولكن اعود الى بن رملي وشعاره من يحتل الصدارة من بدا يغادر في هذه اللحظات. المتحدة يا بن رملي يتقدم ويحتل الصدارة. المركز الثاني القادمة وعد سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي هو الحاضر. المركز الثالث اللي وصلت الشاهينية عبد الله السليمي بن محمد الوهيبي. المركز الرابع القادمة والمنطلقة متعبة سعيد بن محمد بن سعيد هو الحاضر. المركز الخامس القادمة والحاضرة الهام سليم بن سالم بن علي الغيلاني، ولكن العودة إلى بن رملي العودة إلى بن رملي وشعاره الخطير الكبير. المتحدة عبيد يا عبيد يا بن رملي يا العامري يقدم لنا شعاره، ولكن الأسماء اللي حضرت يا شعارات أوصلت راية محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي، ولكن بن رملي بن رملي مع المتحدة ما زال صامدا صمود الجبال السود. الله يا بن رملي راهية قادمة بكل قوة، ولكن بن رملي بإنجازاته ببطولاته بالسجلات الخطيرة الكبيرة طار بن رملي طار بن رملي والعصاب الابطان العصاب الابطان. اي تحدي يا بن رملي اي تحدي يا بن رملي في عاصمة الميادين يغادر والعصاب الابطان. لا والله تحركت تحركت طارت المتحدة عبيد بن رملي بن محمد العامري. سلام يا العين سلام سلام يا العين سلام سلام يا بن رملي سلام يا بن رملي. المتحدة تهانينا والناموس يا عبيد يا بن رملي يا بن محمد يا العامري. المركز الثاني اوصلت عشاجة سالم العبد بن ذياب الوهيبي. المركز الثالث اوصلت مع المركز الثالث المركز الثالث الشاهينية عبد الله السليمي بن محمد
الويبي المركز الرابع، وصلت مع المركز الرابع افاق راشد بن علي بن ناجم الغيلاني، والمركز الخامس وصلت راهية محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي ذنتانينا، والناموس لمالك المتحدة من اختطفت الفوز بالأداء الكبير والمميز. التوقيت الزمني 4:24 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس يا بالرملي، والشعار بالرملي عبيد بالرملي بن محمد العامري، بينما المركز الثاني توقيت والزمن 4:27 جزء وحيد من الثانية. وكانت متابعينا الكرام عشاجة سالم العبد بن ذياب الوهيبي، بينما المركز الثالث وصلت بتوقيت والزمن 4:27 4 أجزاء من الثانية، وكانت الشاهينية عبد الله السليمي بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع وصلت بتوقيت والزمن 4:27 6 أجزاء من الثانية، وكانت الشاهينية عبد الله السليمي بن محمد الوهيبي، بينما المركز الخامس كانت راهية محمد بن عوض بن مبارك الفلاحي 4:27 9 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس للجميع.